خليني ارسم اول شيء الرسمه تبع الدي اي وثيتا اي بشكل اوضح. فانا في عندي هون لينك، واللينك عملتها بشكل مرتب من هون، هي هون حطيت بيرنج فيها، وراح احط خط سنتر لاين هون عشان ااكد لكم انها هاي لينك، وراح ارمز لهاي بالايف فريم. الايف فريم راح يكون هون، وبعدين جبت قطعه هون اخذت حاله خاصه، خليت الايف والاي ماينس 1 متوازيين. اوكي واضح، هذه لينك لينك، وهي في هون الاي ماينس 1 اكسس، وزد اي الكونفنشن راح تشوفه بعدين، راح نعمل زد اي ماينس 1 بهذا الاتجاه عشان اسهل حالي، وراح احط الزد اي راح احطه بهذا الاتجاه. هلا انا ما بهمني البارامتر اي، اي سهل من هون نطلعه مش هيك، بس انا بدي اركز لكم الان على دي وثيتا. هلا راح اجي اجيب قطعه ثانيه، وعلى فكره راح اصنع القطعه الثانيه زي هاي بالضبط، ماشي؟ قطعتين بالضبط صنعتهم نفس الشيء، خلطتهم وكل شيء وهذا، وبعدين فتحت فتحه هون، واذا بدنا نكون دقيقين هون هي عندنا هون الاكسس هذا اللي راح احط فيه البيرنج او راح احط فيه المحرك. هلا انا هون هذول عاملهم بهذا الشكل، وراح اشبك بعدين بينهم محرك، راح اشبك اشياء اخرى، بس راح يكون عندي هاي نفس القطعة الثانية من هون، القطعة الثانية من هون لأنها لفيتها، وهي هذا الشافت مشبوك على هذا الشافت من هون، في بينهم في محرك أو إشي. هلا هاي القطعة لونها مش لافة، خط مقطع. لو هاي كانت هيك شو صارت الزاوية ثيتا بين هاي؟ هلا هاي اتجاهها هيك مضبوط؟ هاي لو رسمت خط من هون باتجاه هاي، وعلى فكرة رح نسميه بعدين اكس اي ماينس 1، هذا رح اعتبره الاكس اكسس تبع اي ماينس 1 الفريم، وين صار الواي تبع هذاك الفريم؟ بده يصير عندي اكس لازم واي تكون داخله بالصفحه عشان تصير زد بهذا الاتجاه، مزبوط؟ فاكس فواي راح تكون داخله بالصفحه من هون. وبعدين اجيت اطلعت هاي، هلا هاي لو انها مش لافه من هون، لو انها هون موجوده، وين راح تكون اتجاه الاكس تبعها؟ نفس اتجاه الاكس اي، مش هيك؟ فالزاويه بينهم راح تكون زيرو. اذا هاي بدات تلف من هون، بس كيف راح اقيس الزاويه؟ حوالين مين راح اقيس الزاويه؟ حوالين زد اي، هي زد اي، هيك بتصير. فإذا هاي راحت لهناك معناها الزاوية بوزيتيف، وإذا اجت لهون راح تكون نيجاتيف. إذا هلا هاي الزاوية حاول نرسمها بشكل مرتب، هاي هون راح تصير هاي كأنها ثيتا. هلا هاي لمين بتتبع؟ إلها. أوكي؟ وهلا بوزيتيف بهذا الاتجاه، فثيتا أي بوزيتيف بهذا الاتجاه ونيجاتيف بهذا الاتجاه، لأنه عم نقيس احنا هون هدول ثيتا أي ودي أي بالنسبة لمين راح يكونوا؟ ثيتا هي روتيشن حوالين زد أي، ودي هي ترانزليشن ألونج زد اي، اوكي اثنين بالنسبه لزد اي، والاندكس تبعهم بتبع زد اي، وين دي؟ واضحه دي مش هيك؟ هيها، باخذها بدك تاخذها، بدك تاخذها من نقطه لنقطه، بدك تاخذها من مركز هاي لمركز هاي، بدك تاخذها من نقطه هاي لنقطه هاي، ما فيش مشكله، لو فرضنا انه اخذناها هيك رسمنا خط بمنتصف البيرنج، اخذنا ريفرنس هذا عندي دي اي، الونج مين؟ هل دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ انا راسمها هون بوزيتيف لانه الزد بهذا، لانها along the زد اكسس، فصار طبعا الزد اي، فدي اي وثيتا اي باخذهم بالنسبه ل زد اي. اوكي هذا صار عندي دي وثيتا، وطبعا هاي القطعه اذا كانت لتحت وانا ضليت مقرر انه زد هون بهذا الاتجاه شو راح تصير؟ دي نيجاتيف، واذا هذا مشي بهذا الاتجاه من هون وزد ضل بهذا الاتجاه بتصير ثيتا نيجاتيف، أو إذا خليت ثيتا لهناك بس زد صار بهذا الاتجاه، وإيش راح تصير الزاوية هاي؟ راح يصير البوزيتيف، الزاوية البوزيتيف هيك، بس هي الزاوية هاي أنا دفشته لهناك، شو راح تصير؟ نيجاتيف. أيوة بس لسه ما رسمناها، هلا برسم لك إياها، كويس، كويس إنك تشوفها، هلا برسمها. نعم. هسا البيس له دي وثيتا؟ لا، البيس أول فريم عادة راح نسهل على حالنا، راح أمسك البيس أحطه على نفس رقم واحد. رح يضل عادة بينه وبين البيس، بين البيس وواحد بس الزاوية عشان أسهل عموري، أو بريزماتيك إذا كانه، بس عادة رح تشوف الكونفنشن
arbitrary بالنسبه للبيس arbitrary arbitrary يعني اعمله بالطريقه اللي بتسهل عليك. فراح نعمله بالبيس، راح ناخذ البيس نحطه فرضا نفرض هذا الزد تبع البيس زد واكس تبع البيس، وراح يكون واي داخل بالصفحه مش هيك؟ هاي عندي هون واي 0. راح اجيب الفريم الاول احطه فوقه تماما، واذا كانه فرضا الفريم الاول بلف حوالين زد راح تصفي فيه بينهم بس زاويه. اوكي هذا حتى يسهل امورنا arbitrary. خلينا بس اطفي هاي.